نجحت الجهود الأمنية والسياسية في إطلاق المخطوف الكويتي عصام ناصر الحوطي بعدما كان خطف السبت الماضي من أمام منزله في منطقة حوش الغنم في بعلبك. الحوطي كان قد جاء إلى لبنان في زيارة لأهل زوجته اللبنانية فوزية مع ابنته حنان، وفور إطلاق سراحه أجرى الحوطي اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري شاكرا له الجهود الكثيفة التي بذلها للإفراج عنه، كما شكر الأجهزة الأمنية وكل من ساهم في الإفراج عنه لا سيما أبناء المنطقة. كما تلقى المحرر الكويتي اتصالا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مهنئا بسلامته بعدما تبلغ ميقاتي من وزير الداخلية مروان شربل خبر إطلاقه. وعقد عضو الهيئة التنفيذية لحركة أمل بسام طليس مؤتمرا صحفيا ليلا في منزله في بريتال، تحدث فيه الحوطي عن عملية الخطف. ما أدر علي إجوا ثلاثة وعم بضربوني على راسي وعلى كتفي وصرت بعيد، بعدين شفت الشيخ عنا شيخ ساكن معنا، من شفته طلع وصار يحكي هون، ارتحت ان في حدا يعني شافني، بعدين فتت خلاص سلمت امر لانه صاروا سبعه قالوا انت ارهابي للجيش الحر وانت تمولهم بالسلاح، وطبعا مع شتيمه مين اللي عم تمول ومين ذكر اسماء، ما بدي اقول الاسماء. وبعدين قلت لهم ما لي خاص بالهذا، انا كويتي جاي سياحه مع مراتي بالعيد، جاي بنتي ومراتي عند اهلها. وبعدين خلصت هالقصه، صاروا يقولوا مصاري، انت عارفين ان عم ببني بطليه، انت عندك مصاري وما بعرف شو. بعدين صار يشتمون وضرب على راسي، نزل طبعا سدحوني بالسيارة. من جهته أكد طليس أن أي فدية لم تدفع لإطلاق الحوطي، عازيا تحريره إلى ضغط مورس واتصالات كثيفة. نتيجة ضغط الناس، ضغط الفعاليات، ضغط القوى الأمنية والعسكرية، ضغط السياسة اللي حصل، بعتقد أنه الخاطفين وصلوا لمطرح ما قادروا عادرين يحموا، لا يحموا حالهم ولا يحموا. وبعد المؤتمر انطلق الكويتي المحرر إلى بيروت للقاء سفير بلاده عبد العال القناعي من دون أن يعرف شيء عن الجهة الخاطفة.